السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم احنا اخذنا بالمحاضرة السابقة اللي تابعة ضمن الارك سوات وليس السوات كاب ضمن بلاي ليست الخاص بالارك سوات، بعد ما كملنا المحاضرة الاخيرة الخاصة بالران سوات او ران موديل اللي من هنا ينفذناه. بالمناسبة انسألت هواي على هذا السؤال الخاص بالاخراج، هاي يتبع النظام الحاسوبي، يعني في أشياء خاصة مخرجات النظام الحاسوبي، يعني نوعا ما إدارة تسألون بهن. اسألوا فد شخص اختصاص بعلم البرمجيات أو علم يعني تخصص الحاسوب، لكن أنت على حسب نظام حاسوبتك شنو هي 32 أو 64؟ 32 تختار 32، 64 تختار 64. نبقى الفرق بين دبك وريلايز، أتوقع الفرق بالمخرجات، لكن ما اتوقع تفرق هنا عن هنا. الكوستمرز هذا يعني هو الافضل اذا تريد تخرج يعني هذا وما متاكد من نظام حاسبتك وغيرها، فاختار هذا الخيار راح يخرج لك اياهن على اساس الامتداد اللي موجود عليه هذا النظام الحاسوبي. تمام عيني. نجي على شغله ثانيه، الاوتبوت شنو اللي تريد تخرجه انت منها تحدده، قلنا تريد المينيمم، تريد انت تختار، تريد الكل، فانا صراحه اختاريت الكل. تمام، وتنطي كذا تنطي سواتران مثل اللي ما قلنا قبل شويه، تنتهي من هاي الموضوع، يقول لك دوين اوكي ينتهي الموضوع. نجي هاي البيانات اللي سويتها واريد اخرجتها شلون اقراها. حبيت انوه على شغله، مثلا انت فد وصلت لهنا كملت ووتر شيد ديلينيشن وكملت الاستجابة الهيدروليجية وكملت الوذر ديتا ضفتها، نسيت او ما كنت تدري لفترة مبهرة من الزمن او ما كنت تعرف عن كل شيء عن منطقة دراستك، اكو ريزرفوار انت ما ضايفه، اكو سد انت ما ضايفه وتريد تنمذجه، اكو بوينت سورس انت ما ضايفه وتريد تنمذجها، طيب شلون ارجع عيد من جديد؟ زين اذا انطيتها انت من ترجع تضيف انت منها من الووتر شيد دلينيشن، تضيفين منها عندك بوينت سورس، عندك ريزرفوار، لازم تحدد مكانه. الووتر شيد دلينيشن يحدد لك بس المكان، مكانه وينه هذا. تمام، حبيت انوه عليها، تضيف بوينت سورس، تضيف كذا، تضيف ريزرفوار من هنا. بس لما ترجع لهنا تقول له يقول لك ماكو ريزرفوار، فشو تسوي؟ اي شيء تعديل تضيفه هنا، ريزرفوار، بوينت سورس، ترجع لهنا لهذا. مو هنا؟ لا هنا. هنا العفو ترجع. اوكي ترجع هنا ولا هنا ولا هنا، لا. داتابيس ابديت وذر جنريتر. بوينت سورس. هنا ترجع يعني. هنا. هاي هنا ترجع تختار هذا الخيار. تمام؟ اي نعم هذا الخيار، اي العفو هذا حتى تتاكد. اي شيء تضيفه ترجع للووتر شيد ديلينيشن، ترجع لهذا الخيار. ها؟ فترجع تضيفه من هناك، الدور ترجع حتى يستقبله وتسوى هالخطوات الوراء، سواء كان بوينت سورس ديسشارج، انلت ديسشارج، ريزرفوار. انا كنت صراحة ناسي اضيف الريزرفوار، كم ريزرفوار عندي موجود على منطقة الدراسة، ما من البداية نمذجته. فبعدين ذكرتها فرجت اضيفه، فرجعت للووتر شيد ديلينيشن ضفته، مو تعيد الخطوات، تعيد بس هاي الخطوه اللي هي ريد كومبليت، تقول له سلكت ال ومنها تقول له كرييت تيبل، راح يضيف لك اياه، ترجع عاد تكمل الران مالتك، تعيد الران مره ثانيه. تمام عيني، هاي ضروري تنتبهوا لها، واذا احتاجيتوها هم منوه لها على شكل فيديو وحدها، لكن انت من البدايه حاول تضيف كل امورك اذا نسيت، لان احنا اكو بعض الاشياء يعني تظهر كمشاكل بروبلم ونحاول احنا نفسرها. فهسه اني محاضرتي لهذا اليوم شتنص تنص هاو تو ريد اوتبوت، انا سويت ران وشون اقرا، وين القى الملف مالتي حتى اقرا، هسه راح اشوفك اياه. هذا سوات كاب، بعدين نكمل اموره بالكامل. هسه ارجع شنو اسوي؟ اروح على الملف اللي وين خازنته، خازنته بالاي، هنا عدي الدي مثل ما نقول قبط، فادخل على الووتر شيد ديلينيشن، تروح اكو لازم تلقى لك فد شي يدلك على الاوتبوت، لازم اكو فد شي يدل على الاوتبوت. هنا هسه نجي ووتر شيد ديلينيشن سيناريو الديفولت، هاي الخاصات بسوات كاب مثل ما نقول. هسه هنا فاحنا شنو نريد هنا؟ نريد انه نبين الاوتبوت مالتنا، وين الاوتبوت؟ وين اللي اقدر اني اقراه هنا؟
بيانات اللي استخرجتها من هناك وين اقدر انا اقراها هناي؟ تجي شو تسوي هسه هنا ما مخزونه، هي المفروض متواجده هنا، فشو تسوي؟ ترجع لبرنامجك نفسه. شو تقول؟ تقول ريد سوات اوتبوت منها. انت لحد الان سويت الاوتبوت في البرنامج، بس تريد تخرجها من البرنامج الى سطح المكتب مالتك، يعني الى العفو لابتوبك من داخل البرنامج حتى تقراهم. فش تسوي؟ تقول له امبورتنت فايل داتابيس، اوكي. يقول لك دوين، تجي هنا تختار، اختار لي الاوبن سوات ام بي الاوتبوت. هسه هنا انا مثلا اريد اخرج الريج، اخرج الصبيزين، اخرج ضروري الشغله اللي تخرجها تكون انت موجوده. يعني لاحظ هسه هذا سنو، انا ما ضايف سنو، اكو هنا كل من اختصار، بس انا عندي ريزرفوار السيدمنت، انا ضف السيدمنت، لا. فهسه شوف من اقول له فد شيء وخرج لي السيدمنت، راح يقول لي، يقول انت ما عندك يعني لحظه صرت تبطل السيدمنت. المفروض كل شيء انا اخرجه من هنا انا ضايفته، يعني مو اخرج فد شيء انا ما ضايفته. يعني هذا ضروري الموضوع انه واحد ينتبه له، يعني ضروري جدا ان الموضوع انه هذا الشخص ينتبه له. ليش؟ لان انت على اساس التخريج مالتك راح تقدر انه انت تعرف الديتا الخاصة بك، لان انت لازم ضروري توفر عندك الاوتبوت. فانت لازم من تخرج يكون اخراجك ضمن البيانات اللي انت يعني استخدمتها وانت تريدها نفس الوقت. فهسه هنا كملنا الداتابيس اللي خاصة وانا اريد اخرجها. فضروري تحتاجون انت او تحدد اللي انت تحتاجه كاوتبوت، تريد تحددهن كلهن ازو لايك، يعني نو بروبلم. انت اذا شو تريد تحتاج حدده وطلع. هسه انا ضمن الووتر كواليتي مثلا ما مشتغله، هاي الامور. يعني انت شو تريد تخرج تقدر ترجع لهن وتخرجهن مره ثانيه. هسه شو تروح؟ تروح على شغله مهمه، انه تريد تحفظ السيموليشن مالتك، هذا تريد تحفظه، اوكي. فش تقول مثلا؟ شو تسمي هسه انت؟ انا راح مثلا اقول هذا فاينل، لان انا مخرجه قبل هواي. FIN فاينل سيموليشن، تمام عيني. تقول له سيف سيموليشن، راح ياخذ وقت، راح يسيف لك هذا السيموليشن مال هذا البرنامج حتى يحفظ لك اياه. بس مجرد تكمل هذه العملية اللي خاصة بالسيموليشن، تلاحظ هنا يقول لك السوات ران سكسسفولي سيفد اس فاينل سيموليشن، سميناه بهذا الاسم كله، اوكي. هسه تريد انت تلاحظ تشوف الانبوت اللي انت دخلتها منها، تختار تشوف الاوتبوت، تفتح الاوتبوت كام دي بي اي ازو لايك. هسه بعد ما سيفتها من هنا تجي هذا السوات بروجكت ايضا سيفه، حتى ما تروح كل شغله كبير. ضروري هاي الخطوه مال سيف سوات بروجكت، سيف لا تنساها دائما، ايدك عليها، حتى لانه بلحظه ما يعني راسا ايدك هنا اشتغلت خطوه، كملت فد كم فقره منها، اوكي سيف سوات بروجكت. تريد تطلع يعني اي مكان، يعني صراحه تفيدك هاي الخطوه، يعني تنقذك. هسه نرجع لنفس الديتا، هسه نجي هاي اسمها فاينل سيموليشن. هسه ذني اللي قدام خلي احذفهن لاني قديمات. هذا ديليت، هذا له علاقة بالانبوت والاوتبوت، هذا ما تحذفه مال الديفولت، مو تروح تحذفه، هذا يعني شغلك بيه من السيناريو. السيناريو لازم يحوي اثنين، هذا الديفولت ضروري. هذيك الاشياء تجيك اضافيه اذا انت سيفت اكثر من مره، فانا مجرد حذفت سيفتهن. نرجع على الفاينل سيموليشن، تمام. هسه نجي علما دخلنا احنا على الفاينل سيموليشن. فاينل سيموليشن ايش بيه؟ بي تيبل ان، بي تيبل اوت، تمام، بي تكست. احنا نريد تيبل اوت، هذا سوات اوتبوت ام دي بي اي تقدر تجي منه. زين دكتوره اقدر ادخله من نفس البرنامج؟ نعم، تلقائيا تروح هنا تقول ريد، بعد ما سيفته طبعا تقدر
هنا تحدده، تختار هذا الاوبن اوتبوت اللي هو هناك كان مثلا انت حددته امبورتنت قبل شوية كان مفعل، تقدر تختاره هسه لين غلقناه فتحناه منه، تقدر تلقائيا منها تعيد نفس الخطوات. وهذا هو بعد ما تحدد منه وتقول له سيف سيموليشن كذا اسم راح يتفعل هذا الخيار، تفتح منه. تمام زين، تريد تندلهن انت مو بس تفتح منه تقراهن، لان انت عندك بعد شغل عليهن راح نتطرق له بالسوات كاب اللي هو كالبريشن انسرتينتي، عندك السنستيفتي اناليسيس الفاليديشن. تمام، فهسه شو تسوي؟ تروح هنا تفتح الام دي بي اي السوات اوتبوت، هذا يعني مخرجات البروسيسنج مالتك والانفدمادات مالتهم دوت ام دي بي اي. enable content، انا بوقتها اشرت على ذول الاربعة. وكل فقرة انت تضيفها ضمن يعني السيموليشن الخاص ضروري تضمنها، ضمنت ريزرفوار وبعدين سوي جدول بسيط مثل هذا، اكتب الديتا تايب واكتب السورس مالتها اورجنايزيشن والفورمات والير. تمام عيني، شنو هنا يعني كل ديتا شنو صيغتها الفورمات مالتها سويل غيرها، اذا بيانات هسه انا عندي الدم احتاجه لاند كفر لاند يوز سويل ماب وذر ديتا، اذا حسب شنو وذر ديتا مالتك عندك اوبزرفيد كجراوند وكذلك اقمار صناعيه ستلايت قمر، عندك الهيدرولوجيكال ستيشن احنا نسميه على حسب النهر مالتك اللي انت مشتغل عليه او عن اي ايجابيه، اذا كانت جيجد عندك قياسات الها، واذا انجيجد فهذا اكيد لازم حتى تسوي كالبريشن تاخذ الى محطه او منطقه ايجابيه مجاوره. وهاي نمذجه كانت عندي خزانات بمنطقه الدراسه او سدود، اذا كانت عندك بوينت سورس، اذا كانت عندك ديسشارج اني ثينج. لاحظ هسه هنا لاي وحده من عندهم دا ينطيك الريتشارج التصاريف، هاي الفلو ان كيومك وهاي الفلو اوتلت، ودا يعطيك باقي الامور. تريد ترجع شنو معنى اختصار كل واحد تاخذهن من الجايد اللي خاص بسوات اوتبوت. تمام عيني، هذا اللي هنا أنا حتى احنا كيف نقرا لاي شيء لاي واحد. بالمناسبه اذا احد يريد يعرف مثلا ست اني دخلت هناي تمام ضمن مثلا الديبارتمنت ضمن anything وما عرفت هاي الاختصارات، هاي what's mean of this 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 this. تمام عيني، الثاني reach شنو كذا، هاي الامور كلها انا بدي افتهمها فش تسوي، ادخل على ذولي واحد واحد، هذا خاص بكذا، هذا خاص بالريتش، هذا خاص بالديبارتمنت. هسه هو راح ينطيك التفاصيل، نجي هاي شو اقصد بيها، وده يعطيك هنا يعطيك اياها بالتفصيل، ها تقدر هنا تسحبه وتقراهن وحده وحده، شو اقصد بيها هاي، شو اقصد بيها هاي، افريج ووتر شنو. تمام، تقدر تسحب وتقرا بسهوله اذا تريد تعرف الديفينيشن مالتهم لكل فاريبل. ممكن راح يعطيك مختصر اسم فتقدر هنا تستفاد معتهم تقرا. لاحظ هنا هسه عندك هاي واتس مين اوف ذس لاند كفر لاند يوز جروب، هنا شنو يو اليو ار اتش هيدرولوجيك ريسبونس اوف يونت نمبر وهكذا. تمام، هذا الشيء كلش ضروري يفتح لك اياهن مثل ما نقول نافذه داخل نافذه، فهذا الشيء كلش يفيدك. والمخرجات مالتك ضمن ذني، هسه انا ذول اللي حددتهم الصب بايزن، انا اريد انا ضروري يفيدني الصب بايزن. ليش؟ لان اريد لحظه ثانيه كانت منطقه دراستي كم صب بايزن بيها؟ بيها 29، انا اريد اوصل بعدين الواصل لل 29 بشكل نهائي. وينه؟ هاي 27 28 29، بس هاي لسنه سنه دا يطلع، فانت حسب يا سنوات متوفرت لك حتى تسوي كالبريشن، يعني يا سنوات تاخذ السنوات المتوفرة لك تعرف الاريا مال الصب بيزن اللي انت راح تشتغل عليه، انت عندك كم صب بيزن. يعني انا مثلا هسه خلي اجي هنا منطقة الدراسة، خلي اروح على الصب بيزن، هذا البيزن هي اسمها الووتر شيد، مقسمها الى صب بيزن، بس احدد لكم اياها سمبولوجي. هذولي مثلا ابلاي، اوكي اوكي، هذا هو السب بايزن مال منطقه الدراسه.
اجي انا اريد شنو اريد اسوي كاليبريشن تمام او فاليديشن، فايش المفروض شنو عندي اوبزرفيت ديسشارج متوفر لعدد من هذا. فمثلا انا موفره لهاي المنطقه لان هذا السبايزن هذا شوف الاخير يقع ضمن العراق، فاني متوفر عندي هاي البيانات توفرتها وضمن سبايزن من اللي قادم من تركيا باتجاه 6 تشرين 6 تشرين ايضا عندي بيانات حصلتها. يعني تقدر انت المفروض التخصص الهيدرولوجي اهم فقره عنده هو تجميع البيانات. البيانات الهيدرولوجيه هي اصعب مرحله بالنسبه للباحث ضمن الووتر ريسورس تخصص الهيدرولوجي، لان هي هاي نوعا ما مشكلته العظمى، خاصه سواء كانت بيانات هيدرولوجيه او بيانات الميتورولوجيكال داتا يعني الوذر داتا anything او بيانات السدود بيانات البوينت سورس. فانت عندك لازم تتوفر بيانات اوبزرفيت وحتى عندك ويل بيانات سيموليشن وتشتغل عليها ضمن سب بيزن. فهذا كل سب بيزن الى رقم لك اياها. فانا هسه شغل على راس يعني على كم سب بيزن راح اخذ اشتغل عليها تمام. بعد السؤال الثاني سالت دكتوره نقدر احنا نشتغل الكاليبريشن والفاليديشن والسنسيتيفيتي ضمن الاكسل؟ نعم، لكن الشغله جدا طويله ومعقده. ليش انا اروح للدرب المعقد وعندي برامج هي يعني تابعه للسوات اللي هو السوات كاب؟ احنا ان شاء الله راح نتناوله. انا لحد الان بس نزلت لكم محاضره عليه، ما اعرف اذا انت راح تشوف الفيديوهات هاي بالمستقبل، فاكيد راح تلقى ان شاء الله الموضوع كامل. فاول خطوه تروح تسويها انت من هنا تسوي كرييت، ان شاء الله ما تناولها هسه. المهم احنا هاي محاضرتنا حتى ما نطولها، شلون انت تقرا الريد اوت ووت المخرجات مالتك اللي بعد ما سويت ران للبرنامج، شلون تقراهن وين تلقاهن شلون تسيفهن شلون يكون عندك محفوظات. هذا هو السوات اوت ووت تلقاه ضمن التيبل اوت للتيبل وليس تكست. التكست ما يفيدك، ما يفيدك التكست، انت تحتاجه لان بعدين راح تستدعي هاي الملفات تضيفهم بالسوات كاب وكذلك ترسمهم بالاكسل، ترسمهم حتى يعني تسويهم كمخرجات ضمن بحثك. التيبل انلت ايضا موجودات هذول يفيدونك حتى تعرف الووتر شيد ديلينيشن شنو الانبوت مالتك. ليش؟ لان تحليل الحساسيه راح يتضمنهم وانت عندك تحليل بالسوات كاب ضروري فحتى تعرفهم. فهاي وين تلقاه ضمن هاي الفاينل سيموليشن. هاي وين تلقاها الفاينل سيموليشن؟ دائما تلقاها بالسيناريو، السيناريو اللي خاص بيك، كم سيناريو انت حتسوي، السيناريوهات اللي خاصه بالدراسه هاي فتلقى بي. الديفولت مو تمسحه هذا الرئيسي، تروح تخزن مره ثانيه كل تخزين تخزنه للاوتبوت تلقاه هنا ضمن السيناريو. ان شاء الله تكون هاي محاضرتي مفيده لكم ان شاء الله. اذا عندكم اي سؤال او استفسار او واجهتكم مشكله راسلونا بتعليق بالقناه او تقدرون تراسلونا على ايميل القناه، وان شاء الله راح نتواصل وياكم نلتقي بكم بمحاضرات قادمه. دمتم بامان الله وحفظه.